بكم، مرحبا بكم معايا على قناتي جميلة بريستيج. الموديل اللي كنا خدمنا هاد السيمانة مع بعضياتنا هو هذا. اللي ما شافش الموديل ان شاء الله غادي نخلي ليه الروابط في صندوق الوصف ديال الطريقة ديال هاد الملاقية كيفاش خدمتها. كذلك الطريقة ديال التركاب كيف ما كتشوفوا معايا وكيما قلت لكم هانتوما شوفوا الفرق ما بين البنات، هانتوما شوفوا الفرق الشاسع ما بين انكم ما ديروش هذيك الخدمه اللي قلت لكم. هانتوما ها هي الخدمه هنا، هانتوما شوفوا فين دايره الخدمه. منين كندوروا هذيك اللي قلت لكم من لهنا كدور هاد الطرف ديال الثوب اللي قطعنا من هنا لهنا عبرنا 5 سنتيم، ها هي وكنشدو كنديروا على الوجه. منين كندوروها شوفوا البنات الخدمه كي كتكون نقيه. هانتوما شنو جا عندي هنا، جا الدرس. غادي نخلي لكم الرابط اللي خدمنا عليه بهذه الطريقه ان شاء الله صندوق الوصف، كذلك رابط ديال التركاب ديال القبه. ها هو البنات شوفوا الطريقه كيفاش مركب، يعني ماشي بيكوز. الدرس ديال التاج راه كلكم كتعرفوه الاخوات، انا خدمته بهذا اللون، حاسي على اللون ديال الطرزه اللي عندي. كذلك خدمته في الكميمات، شوفوا انتما بيسا ديجا انا خادمه معكم هاد الدولار كما كنسميهم، خدمه ديال التركي، الطرز التركي. كذلك غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. مرحبا كذلك دائما بالتساؤلات ديالكم، اهلا وسهلا. نبغي نقول لكم ان هاد الثوب راه مليفه اميره طبعا مطروز، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كذلك حاولنا ان نجيبوا الطرزه حتى في الكمام، نفصل تحاول نجيبها في الكمام، ضروري غتفصل يتفصلوا الكمام بالتنكيس باش تخرج لكم البنات الطرزه. كما كتشوفوا معايا ها هو هنا الدرس، ملي كنبغيو نخدموه كنخدموه بهذه الطريقه هذه، يعني على القفه بحال كنجي بحال هكا وكنخدم. كاين البنات اللي كيبداو بهذه الطريقه هذه من هنا، هذا خطا لان ها الوجه اللي كيدور هو هذا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني مزيان فهاد الدرس اللي درت لكم ديال القب، والطريقه خاصه الطريقه ديال التركاب ديال هاد نص السوق هذه او هاد الباندا. كنهضر طبعا مع الاخوات اللي كيخدموا الباندا ومن بعد عاد كيلصقوها. نتمنى فعلا انكم تكونوا يعني صراحه استوعبتوا الدرس معايا مزيان. هذا الدرس ديال الملاقيه البنات اللي كنت خدمت معاكم راه هو هذا، كذلك ان شاء الله غنخليه لكم في صندوق الوصف. ها هو هبط في الجلابه كلها. مولات الجلابه اختارت انها دير كموضه هذا العام خارج، صراحه دارج ان الفتحه كتكون في الجناب. ها هو درنا على الدرس ديال السنينات، فنتمنى انه يكون واضح بين لكم. هذه هي الجلابه وهذا هو الاقتراح ديالي اليوم ان شاء الله، اقتراح من الاقتراحات. كذلك كما قلنا وكما وعدتكم ديال الجلالب ديال العيد ديال رمضان باذن الله، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وعشركم مبروكه طبعا للجميع، ورمضان كريم. وكانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.